مساء الخير متابعي صفحة اللاعبين السوريين المحترفين، بحييكم من العاصمة القطرية الدوحة قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخب سوريا الوطني أمام منتخب أوزبكستان ضمن منافسات كأس آسيا. إن شاء الله الأمور إيجابية، المعنويات عالية، اللاعبين مستعدين بإذن الله ليفرحوا الشعب السوري ويحققوا 3 نقاط بكرة أو على الأقل نقطة واحدة في أفضل الأحوال. من حوالي الساعة أنهى منتخب سوريا آخر حصصه التدريبية قبل المباراة. الحمد لله الأمور جيدة، ما في إصابات، الجاهزية عالية، ومثل ما حكينا من قبل المنتخب عم يكون في روح جديدة هاي الأيام، عم يكون في ألفة، عم يكون في انسجام بين اللاعبين، عم يكون في حماس وروح عالية. لكن هذا الشيء كله إذا ما شفناه على أرض الملعب فما رح يكون له أي قيمة. منتظرين بكرة لنشوف كل الحكي اللي حكيناه خلال الفترة الماضية، كل التفاؤل اللي عشنا فيه منتظرين نشوفه على أرض الملعب بكرة. أنا ما عم أقول للاعبين أنه لازم تجيبوا نتيجة، عم أقول فقط أنه إحنا بدنا ياكم تقاتلوا على أرض الملعب، تبذلوا كل شيء عندكم. أنتوا بس قاتلتوا، بس عملتوا كل شيء عليكم، وقتها نحن رح نكون رضيانين. وأكيد طالما أنت عطيت كل شيء عندك بأرض الملعب فإن شاء الله النتيجة رح تجي، ورح نفرح كلياتنا ونحتفل بكرة بعد المباراة. بالنسبة للتشكيل المتوقع لمباراة بكرة شوي الأمور محيرة يعني، لكن رح أحكي أنا توقعاتي الشخصية. حنشوف أحمد مدنية في حراسة المرمى، رح نشوف أيهم أوسا وعمرو ميداني قلبي الدفاع، عبد الرحمن ويس على اليمين، مؤيد عجان على مركز الظهير الأيسر. في خط الوسط ممكن نشوف إيزيكيل العم وخليل الياس، بنشوف على الأجنحة إبراهيم هيسار وعمار رمضان، وفي المقدمة عمر خريبين وبابلو صباغ. طبعا عمر خريبين أنا شاكك أنه 50-50 حيلعب، كونه كان عم يتجهز الفترة الماضية، شفناه كان مصاب، رجع من إصابة، عمل برنامج تأهيل، فما بعرف إذا كان المدرب هكتور كوبر رح يغامر ويلعب عمر من بداية المباراة أو رح ينتظر للشوط الثاني. في حال ما شارك عمر فأنا بتوقع نشوف أنطونيو يعقوب، أو ممكن المدرب يغير الخطة اللي عم يلعب فيها، نشوف 3 لاعبين خط وسط اللي هن خليل وإيزيكيل مع ثائر كروما، ونشوف 3 لاعبين في خط المقدمة اللي هن بابلو صباغ، إبراهيم هيسار وعمار رمضان. طبعا انا عمار بعتقد طالما ظهر بالمؤتمر الصحفي مع هكتور كوبر فعندي توقع كبير انه حيكون موجود بكره، وان شاء الله ايضا عمار بموهبته الكبيره بروحه باصراره يعمل شيء مهم بالمباراه. بشكل عام منتخب اوزبكستان ما له منتخب صعب، ما له منتخب مرعب. اوكي هو عم يمر حاليا بفتره ايجابيه، عم يحقق نتائج كبيره، عم يكون عنده هجوم كتير مميز، لكن بالنهاية هو ما له كوريا ولا اليابان ولا أستراليا. هو منتخب دائما نحن وياه كان فيه تنافسية، كان فيه ندية، وقادرين إن شاء الله نتجاوزه. آخر مباراة رسمية بينه وبين أوزبكستان فزنا فيها 1-0 خلال تصفيات كأس العالم، بالتالي نحن ما لازم نفوت على المباراة ونحن خايفين ومتوترين. واللي شايفه أنه ما في خوف عند اللاعبين، اللي شايفه أنه اللاعبين حاليا عم يعيشوا بأجواء كتير جيدة. المدرب هكتور كوبر بعتقد وضع اللمسات النهائية، إن كان على التشكيل اللي حيلعب فيه المباراة أو الطريقة اللي رح يتعامل فيها مع منتخب أوزبكستان، كونه هو عنده خبرة واطلاع على الكرة الأوزبكية. إن شاء الله بكرة بنشوف خبرة السنين لهكتور كوبر اللي درب بكبرى البطولات، نشوفها حاضرة بكرة بهالمباراة لحتى كلنا نفرح ب3 نقاط. ايضا من الامور الجميلة هون انه عم نشوف الجمهور السوري عم يجي من كل الدول، من دول كتيرة عم يتوافد السوريين لحتى بكرة يشجعوا منتخب سوريا. حتى الخبرات والنجوم الرياضيين السوريين عم نلاقيهم عم يجوا على الدوحة بمختلف توجهاتهم، بمختلف ارائهم، عم يجوا ليكونوا بكرة خلف منتخب سوريا، وهذا هو الشيء المهم لحتى بكرة إن شاء الله يكون في نتيجة كتير مهمة. حاليا في جيل جديد يبنى لمنتخب سوريا، في أسس جديدة عم يتم وضعها للكرة السورية. هذا المشروع اللي عم ينبنى حاليا لحتى ينجح
فهو محتاج دفعة قوية تتمثل في الظهور بشكل جيد بكأس آسيا. أنا ما عم أقول أنه نحن لازم نروح ناخذ البطولة أو نتأهل لنصف النهائي، إن شاء الله بيكون التأهل من دور المجموعات هو بداية جيدة لمشروع مهم للسنوات القادمة لكرة القدم السورية. الثقة كاملة باللاعبين المغتربين، باللاعبين المحليين، الكل إن شاء الله راح يكونوا على قدر الثقة. شفنا منتخب سوريا بالمباراتين الوديات اللي لعبون، إن كان مع ماليزيا أو حتى مع قرغزستان، عم يسجل، اللاعبين عم يقاتلوا، لما عم نتأخر بالنتيجة عم نرجع فيها مرة تانية، عم نجيب التعادل، عم نتقدم، هاي كلها مؤشرات إيجابية. بابلو صباغ سجل، إبراهيم يسار سجل، وإن شاء الله بكرة بيرجعوا بيسجلوا مرة تانية. بالنسبة للنقل التلفزيوني، حسب اللي أنا بعرفه واللي قرأته، النقل حيكون على قنوات بي إن سبورت وعلى قناة الكأس القطرية. هلا أكتر تناقلوا إنه أبوظبي الرياضية وقناة SSC السعودية راح ينقلوا، لكن حسب اللي بعرفه هاي القنوات أخذ حقوق النقل بالمحيط الجغرافي تبعها أو بدولتها فقط، يعني SSC راح تنقل فقط بالسعودية، أبوظبي الرياضية راح تنقل فقط في الإمارات، بينما BN والكاس فهني راح ينقلوا لباقي الدول الآسيوية باستثناء الإمارات والسعودية. الكل راح يتابع بكرة، يعني أنا بتوقع وين ما كانت المباراة منقولة الجمهور السوري راح يتابعها. طبعا بالإضافة للجمهور اللي راح يكون هون بالملعب، الجمهور اللي أنا متأكد بكرة راح يلفت الأنظار، راح يكون حديث وسائل الإعلام، راح يكون اللاعب رقم واحد بالملعب وكله يهتف بصوت واحد خلف منتخب سوريا. من فترة طويلة ما شفت حالة التفاؤل هي حتى عند الزملاء الإعلاميين، عند اللاعبين القدماء بالوسط الرياضي، أي نقاش مع أي شخص عم شوفه أنه متفائل، عم يعطيني توقع جيد، رغم أنه الفترة الماضية كلها شفنا كيف النتائج السلبية كانت عم تتكرر. حاليا ان شاء الله هي الروح الجديدة هي اللي راح نستخدمها لتقديم مستوى جيد. شخصيا انا بتوقع ان شاء الله نربح بكرة بفارق هدف، ان كان 1-0 او 2-1. يا جماعة، منتخب اوزبكستان ماله مرعب، حكينا من قبل وبنرجع بنكرر، نحن قادرين نتجاوز اوزبكستان، عندهم غيابات مؤثرة ان كان في خط الهجوم او حتى في خط الدفاع، حارس المرمى عندهم ما عم يمر بأفضل حالاته، فمثل ما نحن عندنا مشاكلنا هن عندهم مشاكلهم، فإن شاء الله يا رب نحن نقدر نستغل هاي المشاكل اللي عندهم، شوية تركيز بالحالة الدفاعية كافية بإذن الله لحتى نستوعب خطر مهاجمي أوزبكستان. وبعد لك الحادث حديث، نرجع نلتقي بكرة إن شاء الله لنحكي عن فوز منتخب سوريا على أوزبكستان بإذن الله. بتمنى إذا أنتوا غير متابعين للقناة تدعمونا من خلال الاشتراك، تفعيل زر الجرس، الشير، اللايك، الكومنتس، وأكيد ملاحظاتكم اللي نحن دائما نقراها وبنستفيد منها لنطور المحتوى اللي عم نقدمه.